كابتن هاني، كابتن عادل قال نقطة مهمة جدا في حتة البطء في التحضير، وإن دجلة بترجع بتقفل على طول في نص ملعب، ولكن ممكن يكون كان فيه برضه عدم تحركات إيجابية من المهاجمين، فبالتالي نص الملعب بيمسك الكورة مرة واتنين ويمرر، لأن تحركات المهاجمين ما كانتش على المستوى المأمول وبنفس السرعة اللي المفروض الهجمة تتعمل بيها. خلينا متفقين يا كابتن، اول حاجه ان النهارده في مفيش روح، دي اول حاجه. انا شايف النهارده مفيش روح. كابتن علاء برضو قال زي ما كابتن عادل بيقول ان هو قال حاجه مهمه جدا، حته الرغبه والاصرار ان انت عاوز تكسب. يعني حته نروح النادي الاهلي انت لحد الدقيقه او عايز انت ممكن تضيع، مفيش مشكله بالنسبه لي، ممكن تضيع وممكن تروح على جول كتير وكل حاجه والكلام ده كويس قوي، لكن حته الرغبه والاصرار ان انت لازم تكسب ما كانتش موجوده النهارده. خلينا نكون صراحه مع بعض، يعني احنا بنتكلم النهارده النادي الاهلي لما بيكون كويس ولاعيبه النادي الاهلي لما بتكون كويسه كلنا بنشيد بيها وكلنا بنرفعها السما، لكن النهارده فعلا واضح جدا ان النهارده ما فيش اصرار على الفوز. النهارده تحس ان يعني اللي صعب المباراه برده كابتن ايمن النهارده حته ان الراجل بيلعب نفس الخطه بتاعتك، نفس الاسلوب بتاعك، فده يعني عمل مشكله للراجل مستر موسيماني، ان انت برضو الراجل بتلعب نفس الخطه، فتقريبا انت حافظ، يعني حافظ انا بلعب ازاي وانت حافظ انا بلعب ازاي، فالموضوع بقى صعب. النهارده في مساحات كبيره جدا في نص الملعب، النهارده مساحات كبيره، يعني النهارده كان لازم انسب ماتش ان انت تلعب ثلاثه في نص الملعب، لان يعني الملعب النهارده الجناح الخطين بتوع الفريتين لعيبه كتير جدا على يعني من ناحيه ال 18 بتاعت النادي الاهلي وناحيه ال 18 بتاعت نادي دجله وادي دجله، في لعيبه كتير قوي في ال 18 هنا وال 18 هنا، ونص الملعب كله غالبا فاضي. مفيش فيه حد، حتى النهارده ديانج وحمدي فتحي تحس ان هم تايهين، مش مفيش ربط بينهم وبين بعض الاثنين النهارده. انا شايف النهارده وليد سليمان كان يعني كان لازم يبقى له دور افعال اكتر من كده، يعني طبعا احنا غض يعني احنا عارفين ان وليد بقاله فتره كبيره، يعني انت مش العذر يا وليد طبعا انه بقاله فتره طبعا بقى. طبعا، لكن انا قصدي ان في لو حد مكان وليد النهارده جاهز ولعيب مثلا زي قفشه في فورمته كان هيفرق النهارده كتير جدا مع نادي السوليه. السوليه بيعملها كويس برده، الحته اللي هي تحت الفراوده الزياده بتاعته اللي كان اللي المفروض ان هو بيعملها، الحته دي يا كابتن كان لازم النهارده حد يمسك يبقى فيه يعمل ربط ما بين خط الظهر وخط النص وخط الهجوم بتاعنا. الحته دي افتقدنا النهارده حد ينقل الكوره بشكل فعال، لكن طبعا زي ما الكابتن عادل قال دي مباراه وعدت. ريال مدريد امبارح بيتعادل، برشلونه بيتعادل، الفرق الكبيره كلها بتتعادل، مفيش مش نهايه العالم، لكن حته الروح النهارده كابتن ايمن هي اللي كانت ناقصه النادي الاهلي، ان انت عندك اصرار لازم تكسب المباراه حتى لحد اخر دقيقه. ايوه في نقطه ثانيه برضو كابتن علاء قال اتكلم فيها، حته برضو اللعيبه اللي بتاخد فرص. يعني لازم 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 يبقى انت في تركيز اكتر من كده، الفرص دي مش هتجيلك كتير، انت عندك النهارده حوالي 12 واحد غيابات ما بين كورونا وما بين اصابات. لازم النهارده يعني صلاح محسن النهارده بادئ المباراه كان لازم يبقى فيه، هو راح على الجول كتير وكل حاجه، لكن لازم يبقى فيه اصرار. يعني انا بتفرج على صلاح محسن بيتحرك كتير وكل حاجه، لكن استاذنك يا كابتن هاني بعد اذنك هنروح المؤتمر الصحفي ونشوف مستر موسيماني هيقول ايه على احداث المباراه.